لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصف بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى صفوفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة عندنا لقاء مطول مع السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري وهي الشركة المسؤولة عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان. حلقة كاملة هنوجه له أسئلة وهو سيجيب عنها. كل هذه الأسئلة هي أسئلة الجدعان في مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي. خلي بالكو أنا رايح شركة الريف المصري الجديد للقاء السيد عاطر حنورة ومعي العديد من الأوراق التي تحمل أسئلة واستفسارات جدعان مشروع 1.5 مليون فدان. ويحسب لهذا الرجل أنه لم يرفض أو يمتنع عن إجابة سؤال واحد من أسئلة فريق الجدعان. خليكم معنا. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يلتقي السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد والمسؤول الأول عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي والذي يكشف البرنامج الزمني لانتهاء مشروعات الطرق في مناطق المغرى وغرب غرب المنيا وتشغيل الخدمات كالوحدة الصحية ونقطة الارتكاز الأمني والورش الخدمية. السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري يكشف لفريق الجدعان المساحات المقرر طرحها قريبا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي ويحدد موعد وصول الكهرباء لأول مرة لمنطقتي المغرى وغرب غرب المنيا وكيفية تعويض المزارعين المتضررين من أحداث عاصفة التنين الجوية والتي تسببت في تعرضهم لخسائر فادحة. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد والمسؤول الأول عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي والذي يكشف البرنامج الزمني لانتهاء مشروعات الطرق في مناطق المغرى وغرب غرب المنيا وتشغيل الخدمات كالوحدة الصحية ونقطة الارتكاز الأمني والورش الخدمية. المشروع الرئاسي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان مفيش جدال انه من اهم المشروعات الزراعية في مصر حاليا. عمر المشروع حوالي 5 سنين وتحديدا من لحظة تأسيس شركة الريف المصري الجديد اللي بقت المسؤول الاول عن التصرف في اراضي المشروع بالكامل على مستوى الجمهورية. صحيح مجرد ما بتروح الريف المصري بورق شركتك ودراسة الجدوى للمشروع اللي هتنفذه ممكن تاخد عقد ارضك وتبدأ الشغل بأمان وتضخ استثماراتك وانت مش خايف. لكن في تحديات كتيرة بتواجه جدعان المشروع اللي فازوا بأراضيه سواء في مناطق المغرى بجنوب شرق منخفض القطارة أو غرب غرب المنيا أو الواحات البحرية أو سيوة أو توشكا. وأبرز التحديات نقص الخدمات وعدم اكتمال طرق المشروع أو توصيل الكهرباء لمناطق المشروع. عشان كده كنا لازم نواجه السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد بأسئلة جدعان مشروع 1.5 مليون فدان. تعالوا نعرف امتى هتتحول مناطق المشروع لمجتمعات تنموية حقيقية. خليني اكلمك على ان احنا الحلم بدأ من 2015 مع اعلان شركة او تأسيس شركة الريف المصري، وفي سبتمبر 2016 تم تخصيص الاراضي الريف المصري للتصرف فيها للراغبين في العمل في مشروع 1.5 مليون فدان. انا عايز تقييمك من 2016 لغاية النهاردة، وهل تشعر بالرضا عن مشروع الريف المصري أم لا؟ احنا بنعمل كل المقاومات اللي توصلك للأرض وتخليك تستقر في الأرض ومجتمعات
تحديدية لمجتمعات تخلي عملية الاستقرار واضحة وأصيلة. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة لازم أهتم أولا بالأرض، جودة الأرض وجودة المية، توفير توفر الأرض والمية اللي هي في الأول خالص مقومات الزراعة. ممكن أسأل سؤال؟ هي شركة الريف المصري هي اللي اختارت الأراضي ولا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللي هي صاحبة الولاية اللي قالت لك دي أراضي المشروع الواحد ونص مليون فدان ابدأ اشتغل عليه؟ اللي بيختار الأراضي أجهزة مختلفة جدا للدولة، وزارة الري، وزارة الزراعة، واستخدامات أراضي الدولة، كل دي أجهزة بتعمل علشان تشوف فين الأراضي الجيدة اللي فيها المقاومات اللي تستك عليها، لأن في أراضي كثيرة فيها مية كويسة بالأرض لا تصلح، أو العكس، أو إن مالهاش طر، أو إن أراضي جيدة وفيها مية ولكن المناخ فيها قاسي جدا لا يصلح إلا لزراعات محددة. فاحنا بنختار الأراضي الجيدة، ودي أول مقاومات زي ما سيادتك تفضلت. تمام. بعد كده أشوف بقى إيه اللي وصلني الأرض، الطرق والطرق الداخلية والمدقات الداخلية وإلى ذلك، علشان تعرف توصل لأرضك أصلا اللي هي هتبقى السبب الرئيسي أو السبب الأساسي إنك تيجي وتستقر وتزرع وتستقر في الأرض. صحيح. المقاومات الأخرى هي الخدمات. الخدمات خلينا في الطريق، الطريق مثلا في المجرى في المنيا عبارة عن طريق رئيسي اسفلت والباقي كله مدقات. تمام. المجرى سيبنا من منيا، خلينا المجرى، المجرى كل المدقات الداخليه بتاعتها اللي هي حوالي 500 كيلو زي ما احنا قلت، يمكن 700 كيلو كمان لم ترصف حتى الان، لم يتم سفلتها حتى الان. لا هقول لك حاجه، اولا الطرق الرئيسيه، وحضرتك قلت ان انا مش هسلم ارض غير لما يوصل لها طريق. طب انا كان نازل تستلم امتى يا فندم؟ احنا اولا اخر دفعه للاستلامات في المجرى كان مفروض انها شهر 10 الماضي. وصل لها طرق، وصل لها انا بسلمش حد غير لما اسلمه الطرق. تمام. وكان المفروض بقى في شهر 10 و11 و12 يكون جت، للاسف فعندنا سيول في شهر 10. السيول دي عملت حاجتين، كشفت طريق الغاز، كشفت جزء من ماسوره الغاز، وبالتالي الهيئه العامه للبترول بلغناها فورا ان في المايه عملت الاتي، جم وقفوا الاعمال بالكامل لغايه لما نستعيد حمايه هذا الطريق. وبالتالي نشأت موضوع جديد، ان احنا الغاز والبترول بيقطعوا الارض في اكتر من موقع، وبيتقاطعوا مع الطرق الداخليه اللي احنا بنعملها. وبالتالي هيئه البترول قالت لنا معلش احنا علشان تتعدى او تعدي الطرق ديت لازم تعمل معابر خرسانيه. 23 معبر بنعدي فيهم، اتعملوا 23 معبر بالكامل وتم مد الطرق، وحاليا بنطلب من الشركات الصغار المزارعين والمستثمرين في المناطق اللي اتعمل فيها المعابر انهم يجوا يستكملوا استلاماتهم. المفروض بقى في دفعه استلام الاسبوع الجاي. دي كلها من الطرق الفرعيه؟ ما هي حاجه الطريق الفرعي بيخدم قطع اراضي فوقيه وتحتيه. تمام. تمام. على يمينه وعلى شماله. فكل ما بتعمل طريق، يعني زي ما حضرتك مثلا طريق 18 كيلو، طريق 18 كيلو ده بيخدم 36 قطعه. طب احنا لما رحنا للسيده صفا فليفل وهي واحده من المنتفعين باراضي المشروع، احنا مشينا اكتر من 20 كيلو في مدقات عباره عن سفه، ده هيوصل لها امتى الطرق دي؟ ده فن. شوف حضرتك، المنطقه الوحيده اللي شغالين فيها دلوقتي كل الطرق اتعملت ما عدا منطقه واحده هي في نص المغرى جنوب خط الغاز، ودي المنطقه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي وبيتعمل لها معالجه خاصه لان الارض بتاعتها ارض سفه، ودي المنطقة الوحيدة اللي التسليم بتاعها هيبقى إن شاء الله كمان 30 يوم أو 35 يوم من النهاردة، يعني خلاص الطرق بتاعتها بتخلص. أنا عايز أعرف هي استلمت الأرض إزاي؟ استلمت الأرض على فكرة، هي وقعت استلام الأرض الأسبوع الماضي. طب بنت إزاي؟ ده أنا رحت لقيت حياة كاملة هناك، بير محفور وبيت مقام. هو مش مفروض إن حد يكون استلم، إحنا ما نسلمش إلا اللي يجي بيقدم طلب، أنا عايز أستلم استلام مبكر وانا عارف ان الطريق لسه ما وصلنيش بس في مدقات توصل، فبنديله الفرصه اللي هو يستلم ارضه ويبتدي يشتغل فيه. يعني خبر سعيد بان حضرتك رئيس شركه في مصر، وانت تعلم بهذا الخبر ان البنك الاهلي قرر ان هو يمول كل من يعمل ويمتلك عقد من شركه الريف المصري. بدايه الغيث. تمام. وهيمول كل اجهزه الري المحوري وكل الطلمبات بتاعت الري وكل محطات الطاقه الشمسيه المطلوبه. كنا طالبين ده من زمان، ما كناش عارفين نحققه. البنوك
بدأت تؤمن، وخاصة البنك الأهلي المصري بدأ يؤمن أن الزراعة ليست مغامرة. البنوك بشكل عام، طبعا البنك الأهلي من البنوك القوية وأجهزته قوية جدا، وفي برضو داخل معانا بعض البنوك الأخرى زي بنك إسكندرية والتعمير، بدأ يخش بنك تنمية الصادرات بدأ بيدرس دلوقتي عشان يبتدي يخش، وفي بنوك أخرى وعشان كده بقول لك أول الغايف، ودايما البنك الأهلي من البنوك الرائدة اللي بيخش بعديه. صحيح. بنك أهل مصر. بالظبط. هو حقيقة الأمر بنك من البنوك المهمة جدا. الزراعة بالنسبة لجهات التمويل، مش بتكلم على البنوك، جهات التمويل بشكل عام، الزراعة تعتبر من الصناعات أو الأنشطة عالية المخاطر بالنسبة للتمويل. النهاردة الريف المصري وأراضي الريف المصري أنا يعني أجزم إن كان لها دور أساسي في تغيير وجهة نظر هذه البنوك. احنا بنتعامل مع البنوك دي من 2017، من مايو 2017، وكان تحول كبير جدا عشان نغير وجهة نظر إدارات المخاطر في البنوك وإدارات الائتمان في البنوك علشان تبتدي تصل إلى الرؤية مختلفة. صحيح. بقى في ناس نزلت وزرعت ولقوا إن في طرق بتتعمل ومليارات بتتصرف ومحطات تحلية وما إلى ذلك. لا، دي القصة فيها بدأوا يبصوا الموضوع بشكل أكثر جدية، خلينا أقول أكثر عمقا وأكثر تصديقا للي بيحصل، لأنه راح شاف أرض بتزرع. صحيح. وشاف ناس، لقى ناس من اللي هو كان خايف منهم، صغار المزارعين اللي كان قلقان منهم، لو هم زرعوا. صحيح. في ناس بدأت تعمل تطور أكثر من كده، أنك تعمل محطات تحلية أو تعمل محطات طاقة شمسية و تطور أعمال الزراعة وتعمل مزارع سمكية، يعني أصبح فيه تنوع. لقوا فيه بعض الأغنام وبعض الثروة الحيوانية، فالقصة بدأت تختلف. بدأت البنوك تبص لنا أو تبص للعملاء بتوعنا بصة مختلفة. بعد الفاصل هنواجه السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد بالتشدد بنود عقود التقنين لوضع اليد على أراضي مشروع 1.5 مليون فدان، واللي سمحت شركة الريف المصري الجديد بتملكهم الأرض ولكن بأسعار مرتفعة وبفترة سداد لا تتجاوز 7 سنين مع إلغاء فترة السماح. تشاهدون بعد الفاصل. السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري يكشف لفريق الجدعان المساحات المقرر طرحها قريبا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي، ويحدد موعد وصول الكهرباء لأول مرة لمنطقتي المغرى وغرب غرب المنيا، وكيفية تعويض المزارعين المتضررين من أحداث عاصفة التنين الجوية والتي تسببت في تعرضهم لخسائر فادحة. تشاهدون. السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري يكشف لفريق الجدعان المساحات المقرر طرحها قريبا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي، ويحدد موعد وصول الكهرباء لأول مرة لمنطقتي المغرى وغرب غرب المنيا، وكيفية تعويض المزارعين المتضررين من أحداث عاصفة التنين الجوية والتي تسببت في تعرضهم لخسائر فادحة. لسه مكملين لقاءنا مع السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد والمسؤول الأول عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي. ركزوا في كل كلمة هيقولها في الجزء الثاني من اللقاء اللي بيجاوب فيه على كل أسئلة جدعان مشروع 1.5 مليون فدان، لأنه هيحدد دلوقتي برنامج زمني لوضع حلول لكل التحديات اللي بتواجه مشروع 1.5 مليون فدان. عاصفة التنين وما فعلته بأراضي المجرى والمنيا، الناس عايزة إعفاءات وعايزة أن الأصابة تترحل، اللي عملوه على مدى 2 و3 راح في ثانية. اللي قدرنا نعمله عن طريق لجنة المخاطر اللي شكلت عشان دراسة هذا الموضوع بها مزارعين، لجنة المخاطر بها مزارعين
دي لجنة مخاطر علشان تشوف هنتعامل مع ازاي الموضوع ده ازاي. مشكلة داخل الشركة ولا مشكلة فين؟ من مجلس داخل الشركة. تمام. فمجلس إدارة كون لجنة لدراسة المخاطر، واحنا أعلننا أكثر من مرة واتصلنا بكثير من الناس وقلنا لهم اللي عنده اللي زارع وتضرر يبعت لنا، وبعتنا لهم رقم تليفون عليه واتساب عشان يبعت بالواتساب. طبعا. يبعت أنا في قطعة كذا. هل إحنا محتاجين نشوف صور؟ فنم؟ هل إحنا يعني أنا لما روحت غرب المانيا أنا شفت صور اتقلبت. تمام. اتهدت. تخيل حضرتك لما يخلع الحديد. تمام. الرياح وترميها في الأرض والكزبرة عملية تنام عليها. شفت بصل اتدمر بحوالي 2 مليون جنيه. هل احنا محتاجين نشوف صور في الريف المصري عشان نصدق الناس ونقول لهم فعلا عاصفة النيل دمرتهم؟ انا محتاج اشوف الارض بنفسها، لان احنا جالنا طلبات من ناس لم يتضرروا ولم يزرعوا، يبقى انا اصدقه ولا لازم اشوف الارض؟ لم يزرعوا. اه في ناس. هو الريف المصري او في 1.5 مليون فدان في تسقيع في المشروع؟ لا، هو انا واخد مستلم ما بيصدق مستلم ارضه. لا يا فندم، في ناس هتتسحب منها اراضي. وانا بقول لسيادتك دلوقتي، واحنا عندنا دلوقتي لجنه وهم بداوا يشوفوا الكلام ده. لجنه بتنزل كل 3 اشهر تشوف انت استلمت بقالك قد ايه، عملت ايه في الارض. تمام. وكل 6 شهور وكل سنه. هو بيتكلموا عن موجه ازاله جايه وعامله حاله من القلق، هتستهدف المتقاعسين عن التقنين. المتقاعسين او بمعنى اخر رافضي التقنين واضع اليد. تمام. اللي دعيناهم أكثر من 2 أو 3 وفتحنا لهم باب الاستثنائي علشان يقننوا الأرض ورفض. احنا في منهم ناس جم وقدموا الطلب ورحنا عينا الأرض وقلنا لهم دي الأرض، هم جم مضوا على الإحداثيات يلا بقى تعالوا ادفعوا دفعة المقدمة واستلم العقد بتاعك واستلم أرض. مجوش. طب دفع فلوس معينه؟ دفع فلوس معينه وما جوش. وفي منهم بقى جه قدم الطلب وما دفعش فلوس معينه، وفي منهم ما قدمش خالص ولا قدم ولا في اللجنه الاولى ولا في اللجنه الاستثنائيه الثانيه ولا اللجنه الاستثنائيه الثالثه. هنسترد الاراضي دي تاني ونعيد طرحها؟ طبعا. سواء في المجرى او في المنيا؟ طبعا. المساحات المتوقعه قد ايه؟ شوف حضرتك، احنا الطرح او الازالات الحاليه 49 حاله ازاله. إن لا يجوز ان انا اسيب له الارض ويستوي الذين يعملون الذين لا يعملون. طب ويستوي من يعملون من وضع اليد؟ من يعملون من وضع اليد؟ تقنين الوضع ليهم كان فيه شيء من ان انت راجل حاطط ايدك غصب عني كدوله واشتغلت في الارض وانا مش عايزك تشتغل، ايه اللي خلاك زرعت؟ انت جيت تقنن وضعك. هو شوف فقبل بشروطي يا شركة الريف المصري. شوف حضرتك، ان سيادتك لما انسى الوضع تقنين اليد وضع اليد او التقنين، سيادتك لما بتيجي تعرض اي منتج للبيع، تمام، مش انت بتحط سعره؟ اكيد. طريقه دفعه. تمام. تقول الاماكن دي لا ترحم بس ببص على المنتجات الحواليه والحاله الثانيه وبسعر عادل. فنم يعني ببص على المنتجات المماثله ليه، يعني مش معقول مثلا انزل كيلو رز ب 2 جنيه وهو جنبي بجنيه وربع، اكيد هيبقى السعر عادل واحد عشان حتى المستهلك يحس بالعداله او ان او ما حدش ضحك عليه. لكن اللي حصل ان مثلا اديني على سبيل المثال المدد بتاعه وضع اليد اقل من الناس اللي تقدمت شركه الريف المصري. تمام. لا انا عايز بس نزيل حاجه. بس لا، في ان وضع اليد ده راجل مغامر وزرع وهو اللي عرفنا بالارض. شوف حضرتك مقتنع بده؟ بص حضرتك، انا اقدر اقول ان في شيء من الاعذار او التعاطف مع وضع اليد ما قبل 2016. تمام. وما فيش اي تعاطف نهائيا معاك مع وضع اليد بعد 2016. انا معاك قلبا وقالبا. قبل 2016 او يعني قبل كده بشويه كمان، كان الاليه المتعارف عليها في ال 20 30 40 سنه الماضيه انك ما تروح لجهه من جهات الولايه انا عايز ارض، يقول لك والله ما عنديش ارض، روح حط صالح مع العرب وازرع الارض ووفر مصدر ري، ولما تزرع تعالى اعمل لك ايه بقى؟ تقنين. اقنن وضعك. يعني ايه اقنن الوضع؟ يعني انت وضعك غير قانوني، فانا بعمل عمليه تقنين. وحتى الريف المصري، الريف المصري طلبت ان اللي يجي يتقدم يكون زرع 50% من الارض، يعني في الاساس انت عايزه يزرع. انا طبعا. فهو لكن هو الصح
الصح في الارض انك تاخد ارض وتقسمها وتظبطها وتعمل لها الطرق وتعمل لها الكلام ده وتقول ادي قطع الاراضي وادي اماكنها وتعالى الناس اشتري ارضك من بدري يعني وخد عادك وانت نازل. وخد عادك. انا دايما بقول الناس كده عارفه احمي ارضك. يعني برضو عايز اقول لسيادتك حاجه، احنا اول حاجه عملناها في الريف المصري وسبقنا كثير جدا من الجهات في الدوله ان احنا بدانا العمل في الارض للتقنين في اول 2017 واعلننا عن وضع اليد او اللي عنده وضع يد يجي قلب قبل ما نبتدي نطرح للمستثمرين وقبل ما نتوسع في الطرح لصغار المزارعين. اعلننا تعالوا قولوا لنا اراضيكم فين بالاحداثيات اللي عندكم علشان ننزل نرفع الارض وننزل نشوف انت زارع ولا مش زارع ولا وضع يدك على الاف الافدنه دون ان تزرعها. وده طبعا اكتشفناه في الاول وتم انحصار كثير من واضعي اليد الوهميين. وبعد كده بدأنا نحصر الأراضي اللي فاضية وطرحناها لصغار المزارعين وللمستثمرين. أما واضعي اليد لقوا إن في بيجي وياخد أحداثياته وفي طلب وبيعدها بشهر شهر ونص شهرين بينزل اللجنة وبعدها بثلاث أربعة أشهر بياخد عقد ماشي وهو ماشي، بدأت تزداد طلبات وضع اليد. يعني جالنا موجة أخرى، طب احنا عايزين نقنن يا جماعة. طب ما احنا فتحنا الباب وقفلناه ومدينا قفل الباب حوالي 4-5 شهور عشان اللي يلحق يخش، اصل احنا ما كناش مصدقين. ما علينا، فتحنا الباب تاني كلجنة استثنائية. بس اللجنة الاستثنائية هنا بقى كان لها وضع مختلف. قلنا ان هنا لو الارض بتاعتك اللي انت مقدمها تتقاطع جزئيا او كليا مع ارض تم التعاقد عليها في المشروع في اراضي الريف المصري مش هقدر اقنن. يعني المنتفع اولى، اللي يفنم اللي جه. عشان كده ما في الاول قلنا وضع اليد، لان وضع اليد انا مش عارفه ومش عارف مكانه ومش عارف شكله عامل ازاي. صحيح احنا رصدنا شويه عن طريق انت اتاخرت تحمل مسؤوليتك بالظبط، احنا رصدنا شويه عن الاقمار الصناعيه وما الى ذلك، ولكن ما بتديش كل الصوره كامله. صحيح. فتحنا لهم وقعدنا قرابه ال 8 شهور نمد في الاجل علشان الناس تخش ولجنه ونزلت لغايه لما قننا العدد الاكبر. بعد كده ابتدينا نطرح لصغار المزارعين والمستثمرين. لما جالنا موجه اخرى نرم ده الشرط الاولاني، ارضك لو متقاطعه كليا او جزئيا منتفع. شكرا. المنتفع اولى، المنتفع او وضع اليد اللي تعاقد. صحيح. لان حاجه يعني دي من الحاجات اللي شفناها، سيادتك واخد ارض وانا اجي اقدم على ارض عامله كده فوق ارض. هو العرب كانوا بيبيعوا الاراضي دي بالك. ما طبعا شوفوا العرب اول ما لقوا ان القصه او يعني اللي وضع يد دون ان يزرع او يعمل اي حاجه على الارض، تو ما لقى ان القصه بنزلنا ومعانا القوات المسلحة ومعانا وناس بتستلم وكلام من ده، يعني انحصرت القصة بتاعته مبقاش فيه. ولكن لسه في غفرة لغاية النهاردة. الغفرة دي قصة تانية. الغفرة شوف حضرتك، غفرة وجمال تسير في لا ما الجمال دي طبعا احنا بيصحوك الساعة 3 بالليل عشان يقول لك في جمال في ارضي. اتصلوا بيا الصبح يقول لك الجمال بتاكل في الزرع. معذورين معلش معلش. وبرد عليهم، بس هو طبعا انا قلت له حضرتك اولا يعني اكتر من واحد اتصلوا بينا الفترة الأخيرة دي بالذات عشان الجمال. هي تم وضع قواعد على فكرة ما بينهم وما بين العرب. قلت له الجمل اللي يدخل بالظبط. أولا قلت لازم ما ينفعش إنك تزرع وأنت مش حاطط سياج حوالين أرضك. أنت بتدي أنا مش عارف أرضك من أرض غيرك. وبعدين الجمل أو الحيوان مش عارف هو لا حتى بياكل فيها. هم العرب طلبوا عدم إزاء الجمال بتاعتهم، واللي يدخل الأرض اربطه واندهني وأنا هاجي أخده. أنا ساعة اتصلوا بيا مرة وتاني قلت لهم الجمل اللي يخش الارض عندك احبسه عندك. مبدئيا هو حبسه فمات فحصلت كارثه وكان عايزين تعويض 50,000. لا يا فندم ده كلام ما ينفعش، لان هو النهارده العربي او العرباوي صاحب الجمال عارف انه بيطلقها فين، فما تطلقهاش في ارضي وعايزني احافظ لك على الجمل. المفروض انا احبس الجمال دي او اربط الجمال دي وتعالى بقى خد جمالك، لكن انا مش هقدر اهش الجمال. انتهت هذه الازمه. خلينا نتكلم على وضع اليد، لان انا عايز اسال حاجتين مهمين جدا. وضع اليد الجادين
اولا المده بتاعت سداد الاسعار بتاعتهم اقل من المنتفعين باراضي مشروع الرؤوس مليون فدان، ثانيا الاسعار بتاعتهم اعلى حوالي 3 او 4000 جنيه من المنتفعين. ازاي نحاول ان احنا نقرب وجهات النظر؟ او شوف انا احنا ده راجل مغامر، بص لازم نساعده وندعمه، ده مزارع في النهايه زي وزي اللي انتفع من الشركه، بس برضه لازم يكون فيه على الاقل بتاع شركه راحوا في طريق بيتعمل في منطقه خدميه بتتعمل، ده دخل في الصحراء وزرع. بص حضرتك اولا التقنين اول ما طرح كان 25% دفعه تعاقد والباقي على 3 دفعات على 3 سنوات بفايده 7%. ده التقنين، ده التقنين تمام. الريف المصري خدنا موافقه من مجلس اداره ومن مجلس الوزراء على ان احنا هنمد فتره التقنين نخليها 20% دفعه مقدمه عشان اخفف شويه الدفعه مقدمه، والباقي على 5 سنوات بفايده 5%. تمام تمام. وفي ناس تعاقدت معانا بهذا الامر، نجحنا في اخر 2018 مع مجلس الاداره ومع مجلس الوزراء مع بدعم من السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى بدور ان ناخد مد اكبر لطريقه للسداد، فتخفضت الدفعه المقدمه الى 15%. تمام. ومد فتره السداد لوضع اليد او للتقنين الى 7 سنوات بفايده 5%. واخدنا الموافقه من مجلس الوزراء ان احنا نعملها باثر رجعي على الناس اللي كانت تعاقدت قبل كده، واستدعيناهم انهم يعدلوا عقودهم وما الى ذلك. انا ليه المستثمر او صغار المزارعين او صغار المستثمرين اما بديله الارض واديله فتره سماح او فتره زراعه اطول عن وضع اليد اللي واخد مساحه اكبر او اقل او زيه. وضع اليد بيشتغل على الارض دي بقاله 5 6 7 سنين. تمام. فتره السماح انا ليه بدي فتره كلها السماح؟ خسائر وكلها في خسائر خلافات مع العرب ومفاوضات مع العرب وشركه الريف المصري دخلت، طب يلا عشان نبدا نفاوض معاها ونتكلم معاها، كلها مراحل ما فيهاش اي نوع من الاستقرار عشان حاسبوا عليها. انا بحاسبوش الاستقرار بدا من دخول الريف المصري. انت تخيل ذلك. انا بحاسبوش حمد بيه، انا بحاسبوش، انا بقول له انا ليه بدي فتره السماح لصغار المزارعين او المستثمرين؟ بدي له فتره سماح الى ان يزرع علشان يزرع. تمام. طب وضع اليد، ما انت زرعت وخدت الاربع خمس سنين او الاكتر علشان تصل الى مرحله الزرع. تمام. فالفتره اللي فاتت دي هي اللي انت خدتها قبل كده عشان تصل الى ان انت زرعت، هي دي الفتره اللي انا بديها لصغار المزارعين او المستثمر علشان يحفر اباره ويجهز ارضه ويبتدي يزرعها. تمام. فهي دي النقطه اللي يعني تساوى عليها. المغرى كانت بلا خدمات والمنيا كانت بلا خدمات، وبالتالي اي انتفاع فيها الناس دي تعرضت لظلم فادح جدا. انا اقول له انت زرعت قبلها. انا اتمنى ان احنا نبدا نقطه الصفر ونقول عفا الله وما سلف، ونبدا من لحظه توقيع العقود. انت بتشوف حضرتك فرحه الناس وبتستلم العقود من عند حضرتك في مكتبك هنا، شوف فرحتهم عامله ازاي. تعال نبدا معاهم من اول العقد ده، وفتره السماح اللي احنا قلنا ان هو خدها قبل العقد تعال نديها له بعد العقد. احنا عايزين ننمي هذه المناطق. يعني انا عارف ان حضرتك وجهه نظرك دائما التنميه ودائما تبحث عن التنميه، والا ما كنتش غامرت انك تدخل في منطقه المغرى وانت عارف انها بالغه الصعوبه. يبقى لازم يعني بالظبط تنزل منطقه المغرى دلوقتي وجه الارض تغير تماما. يتغير يعني يتغير في يعني حضرتك النهارده المنطقه الخدميه الاولى الناس كلها جت مضت عقودها وهتبدا الانشاءات فيها، وبنجهز دلوقتي المنطقه الخدميه الثانيه، وبعدها المنطقه الخدميه الثالثه. احنا عندنا مخطط حوالي 5 6 مناطق خدميه في المغرى ومنطقتين في المنيا وامتداد غرب المنيا. الغرب غرب المنيا والمغرى هم اكتر مكانين كانوا مناطق نعتبرها مناطق نائيه، وبالتالي هي المناطق اللي لها اهتمام، والكهرباء ان شاء الله لما تصل الى هذه المناطق ستغير وجه الحياه تماما. لا الدنيا هتغير خالص. يعني لو حضرتك المغرى يعني مع وجود الكهرباء مش هيبقى في مشكله المياه المالحه. صحيح. علشان التحليه هيتجهوا الى التحليه، وتكنولوجيات التحليه دلوقتي رخيصه، وفي بعض المزارعين عمل محطات تحليه بيزرع زراعات
يعني بيزرع في المغرة بطاطس من أنجح وأفضل أنواع البطاطس اللي اتعملت. في مراحل جديدة في مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان هيعلنها دلوقتي السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد، تعالوا نتعرف عليها. هو لسه في مناطق تانية في المغرى ممكن تطرح؟ لا المغرى خلاص 260-270 ألف فدان ده متصرف فيهم؟ في مناطق جنوبية، في منطقة في الجنوب حوالي 8000 فدان أو 5000 فدان، دي المنطقة الوحيدة اللي فاضلة. ده هتطرح امتى بقى؟ دي هتطرح للمستثمرين لأن هي محتاجة شيء من التسوية، مش هيقدر عليها صغر المزارعين، مقدرش دي صغر. يعني مساحات ممكن تبقى 500 فدان؟ هتبقى مساحات يعني في أراضي فيها محتاجة تسوية لأن فيها علي واطي، بذات المنطقة الجنوبية الأخيرة فيها بعض الكثبان، فدي مش هتطرح لصغار المزارعين، الأرض كلها راحت صغار المزارعين المغرى يعني. المناطق الخدمية زي ما حضرتك كنت تفضلت وعملت قبل كده قرار هناك، المنطقة الخدمية الأولى في المغرى اطرحت وعقودها بتتمضي دلوقتي. ليه عدت 4 سنين في إنشاءات؟ ايه دي؟ هي منطقة او 3 سنين، 3 سنين بالضبط إنشاءات. منطقة الخدمات عبارة عن ورش واستراحة وجامع، واحدة صحية موجودة فيها او واحدة صحية؟ في واحدة صحية. يعني ليه عدوا 3 سنين؟ ليه ما بنراقبش على الشركات المقاولات اللي بتنفذ الكلام ده، وخصوصا انها شركات كبيرة، ونلزمهم بمعاد محدد؟ لا احنا عندنا مش حاجه بتنفذ اكتر من سنه بتكون مخلصين. ليه احنا الحاجات دي خلصت في قرابه سنه وشويه. حتى الان الانشاءات مستمره. انا اخر مره كنت في المغرى كان لسه في الجامع بيخلصوا حاجات ولسه خلص، استلمنا كل حاجه. المقر بتاع شركه الريف المصري، شركه الريف المصري موجوده هناك ومقيمين وقاعدين. الحاجه الوحيده اللي في مرحله التشطيبات طبقا لاشتراطات وزاره الصحه الوحده الصحيه. معلش انا عمال افتكر اسئله الناس، لان دي الاسئله اللي كل يوم بنتلقاها، واعتقد ان حضرتك برضو توصلك كل يوم. هتتحول هذه المناطق لمجتمعات تنمويه في يوم من الايام؟ يعني ممكن في يوم من الايام نلاقي الكهرباء دخلت لها؟ الموضوع الكهرباء ده قصه تانية بقى. موضوع الكهرباء ده احنا شغالين فيه من 2017. تمام. ووزاره الكهرباء وشركه النقل طلبوا مننا للمغرى فقط عشان اوصل الخط الرئيسي 220 كيلو فولت لبداية أرض المغرى دون الشبكة الداخلية والمحطات 1.4 مليار. الشبكة الداخلية هي بصراحة مبلغ بسيط جدا وهين جدا قصاد ان احنا نوصل الكهرباء لقلب الصحراء الغربية. عفوا يا فندم، ده مش مبلغ هين. هو حضرتك لو طرحته وقسمته على 260 او 270 الف فدان، هي مش 1.4 مليار فقط، انت هتخش في 6.5 مليار عشان الكهرباء توصل لغاية أرض سيادتك. احنا داخلين في 6.5 مليار. اما قدرنا في الاخر خالص ان احنا نتعاقد مع شركات من القطاع الخاص، الشركات المرخص لها من وزارة الكهرباء بمزاولة انتاج وتوزيع الكهرباء، وهم اللي هياخدوا حق توزيع الكهرباء على اراضي المنطقة المرحلة بتاعت المغرى والمرحلة بتاعت غرب الميناء. هيعملوا محطات توزيع؟ هيعملوا فنم خط الرئيسي، وهنعمل محطة المحولات، وهنعمل الخطوط الرئيسية جوه الأراضي والخطوط الفرعية اللي بتوصل لغاية كل أرض. دي مجرد فكرة ولا خلاص فعلا تم تخصيص الشركات؟ احنا شغالين فيها من 2017. يعني شركات الكهرباء المصرية المتخصصة قدموا عروض وبينهم شركات مصرية مع شركات أجنبية، وتقدموا بالعروض وتعرضت على السيد رئيس الوزراء وتعرضت على مجلس إدارة، وطلع أمر الإسناد من حوالي شهر لشركة تحالف شركة فرنسية مع شركة مصرية. الشركة المصرية اسمها إيه؟ شركة اسمها إنارا وشركة توتال الفرنسية. هيبقى تمويل دولي، فندات دولية وكلام من ده، ولا فلوسنا احنا اللي هندفعها؟ لا بتبقى في جزء من هي في الآخر خالص الشركة هي اللي بتتحمل التمويل، وبتجيب جزء من التمويل ده عبارة عن جزء من رأس شركة الريف المصري ولا شركة الكهرباء؟ شركة الكهرباء مع شركة الشركة المستثمرة مع أراضي احنا بنديها للريف المصري، داخل معهم بأراضي عشان لأنه هيبقى جزء محطة طاقة شمسية مع الخط الرئيسي اللي جاي من الشبكة، عشان احنا بنعمل الكلام ده كله عشان اوصل لحاجة محددة، ان الكهرباء تتباع للمستفيد بسعر المعلن من جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك. محددين مدى زمن الوصول الكهرباء الى مناطق المغرى والمين؟ ان شاء الله في خلال
من سنة ونص إلى سنة سنتين الربع، يعني من 18 إلى 20 شهر إن شاء الله. خلينا نحدد حاجات بالمواعيد عشان الناس بيهمها جدا التوقيتات. من 18 إلى 20 شهر هيكون الكهرباء في المجرى إن شاء الله وفي ألمانيا غرب ألمانيا. خلال قد ايه بالظبط هيكون الطرق الفرعيه خلصت سواء في المجرى او في المنيا؟ يا فندم المنيا خلصت. المنيا خلصت. الفرعيه مدقات خلصت. مدقات يا فندم خلصت. قول لي حد كده في هناك ما استلمش. تمام. بالنسبه عندي للمجرى منطقه جديده في المنيا اللي احنا بنطرحها دلوقتي بعمل لها مدقاتها قبل ما اطرحها. يعني حضرتك لو رحت هناك دي مساحه قد ايه اللي هتطرح؟ انا عندي حوالي 100,000 فدان. 100,000 فدان دي 50,000 فدان لصغار المزارعين بأبار أو بدون أبار. تمام. في 50,000 فدان للمستثمرين. خلينا نوضح إن الشباب اللي هم 238 فدان. تمام. كيلو في كيلو صح كده؟ تمام. ودول بياخدوها بسعر كام بقى؟ 39,000 جنيه. من غير بير؟ من غير بير و 48,000 جنيه. و 48,000 جنيه ببير. بالنسبة للمستثمرين أقل مساحة المفروض 500 فدان. أقل مساحة 500 فدان. بياخد الفدان بكام بقى؟ بياخد الفدان ب 39,000 جنيه. 39,000 جنيه. في أي شروط تانية غير كده إن هو يجي يدفع ويتعاقد ويثبت جديته؟ لا. يعمل الشركة ويجي الشروط موجودة يجي يختار الأرض بتاعته ويخده خلاص ده هو ماشي ويستلمها على طول. دلوقتي احنا عندنا الطرق الرئيسية طريق الأسفلتي في المنيا اللي واخد من طريق البويتي لغاية آخر الأرض احنا خلص المرحلة الأولى والتانية منه، فضل المرحلة الأخيرة ودي قدامها شهر ونص وتكون انتهت بالكامل. والطرق الداخلية بتاعت المرحلة اللي احنا هنطرحها اتعملت او بتتعمل دلوقتي قدامها حوالي شهر وتنتهي. والفرعيه بتاعه المجرى والطرق الفرعيه؟ الطرق الفرعيه بتاعه المجرى بقول حضرتك في خلال 35 يوم هيكون كل المناطق وكل الناس استلمت. المرحله الطبقه الثانيه في بعض الاماكن هتكون خلصت ان شاء الله شهر 10 القادم. عايزين بقى بوابه كده من ناحيه الطريق. هنعمل لا يا فندم انا هعمل بوابه كده في الجبل وهعمل لا يا فندم احنا ولا المهربين وانا نازل هنعمل لا دي شوف عليك النقطه دي نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها دي. الطرق اللي احنا عملناها في المنيا وفي المغرى على وجه الخصوص لخبطت كثير جدا من الناس اللي كانت لها مدقات خاصه وبتخش تختلف الاراضي يعني المهربين وما الى ذلك. الطرق دي لخبطتهم توهتهم دي حاجه. تاني حاجه احنا عندنا طرق لها نهايات. هذه النهايات علشان لا تستخدم طرق الريف المصري في للتهريب او للاعمال غير مشروعه هيبقى فيه بلوكات اسمنتيه بتنهي بسموه الديد اند رود او الطريق الميت. هيبقى فيه بلوكات اسمنتيه غير قابله لانها تتشال. ده نهايه الطريق وعليها يافطه صح كده علشان محدش يقدر يخش من لا مهربين ولا تكفيريين ولا كل الكلام ده ما عارف. هي الهدف الاساسي او من الاهداف الاساسيه التنميه ضد كل هذه الممارسات الغير شرعية. للمرة الألف مشروع الواحد ونص مليون فدان واللي هيمتد لحوالي 4 مليون فدان ويمكن أكتر مشروع عظيم، مشروع دولة، مشروع الأمن الغذائي المصري. لكن لازم تتضافر كل جهود الوزارات المختلفة مع شركة الريف المصري الجديد لضمان نجاح المشروع. الصحراء صعبة وجدعان المشروع من غير خدمات وطرق وكهرباء مش هيقدروا يكملوا، والصحراء هتاكل استثماراتهم مهما كانت. المجتمعات التنموية حلم مصر ولازم يكتمل. كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان في لقائنا مع السيد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري والمسؤول الأول عن التصرف في أراضي مشروع الواحد ونص مليون فدان. وزي ما قلنا قبل كده مناطق زراعية بلا خدمات لا يمكن أن تتحقق بها التنمية المستدامة وهي هدف مشروع الواحد ونص مليون فدان، ده بخلاف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري. خلي بالكو في رابطة اتكونت في منطقة المغرى التي تضم 280,000 فدان
من مناطق مشروع 1.5 مليون فدان، رابطة عملاقة تضم كل مزارعي منطقة المغرة. هذه الجمعية والتي تأسست من مزارعي المغرة أو مستثمري المغرة، هدفها النهوض بالمشروع، هدفها إنجاح مشروع 1.5 مليون فدان ومواجهة كل التحديات التي تقف عائقا أمام الاستثمار الأمثل لهذه المناطق الواعدة. إذن هذه الجمعية أو الرابطة التي تضم كل محاربي الصحراء في منطقة المغرة لها منا في فريق الجدعان كل الدعم والمساندة. هنتابع كل أخباركم، هنشوف نجاحاتكم، هنواجه معكم كل التحديات التي يمكن أن تعوق العمل في منطقة المغرة، وندعو كل مناطق مشروع 1.5 مليون فدان في غرب غرب المنيا، في سيوة، في تشكة، في الواحات، أرجوكم كونوا هذه الروابط التي تحتاجها بشدة شركة الريف المصري، وذلك للتعرف على حجم التحديات التي تواجه الزراعة في صحراء مصر. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي، وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز بيدو يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير، وما نعرفش المستحيل والمستقبل لنا كمان. ابدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم وانحدى صفوفك، يلا لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان. الجدعان تحية لكل جدع استثمر في أرض مصر.